بيكم. النهاردة هنتكلم عن سبب منع الفنان إسماعيل ياسين من تمثيل فيلم سكر هانم. فيلم سكر هانم في الأول كان مكتوب لإسماعيل ياسين بعد الأنيسة حنفي، ونظرا لظروف سنعرفها مثله عبد المنعم إبراهيم. هو واحد من أهم الأعمال السينمائية الكوميدية التي تحولت مشاهدها مع مرور الوقت إلى قفشات مصرية، وأشهرهم بكل تأكيد جملة عبد الفتاح الأسري الخالدة: ست أنا مش شايف أيتها ست. ولكن مثله مثل عدد كبير من الأعمال السينمائية لم يحقق إيرادات في وقت عرضه، رغم حب الجماهير الكبير للعمل منذ صدوره في السينمات حتى الآن. وأيضا نجاح عبد المنعم إبراهيم الكبير في شخصية سكر هانم، إلا أنه لم يكن أول المرشحين له، ولكن العمل كتب في الأساس لإسماعيل ياسين. تعالوا نعرف إيه السبب اللي خلى عبد المنعم إبراهيم هو اللي يعمل الفيلم. كتب أبو السعود الإبياري قصة الفيلم في البداية لتصبح عمل سينمائي يقوم ببطولته الفنان إسماعيل ياسين، وكان من المقرر أن يبدأ في تصويره بعد عرض فيلم الأنيسة حنفي مباشرة، ولكن لسوء الحظ صدر قرار من جهاز الرقابة ذلك الوقت بمنع ظهور إسماعيل ياسين في أي أدوار نسائية بعد فيلم الأنيسة حنفي. تخيلوا معلومة جديدة، يعني أن الفنان إسماعيل ياسين بعد تمثيل دور الأنيسة حنفي اللي كسر الدنيا اتمنع من تمثيل أي دور ست. وكان المشروع الفني على وشك التأجيل مرة أخرى للبحث عن بطل للعمل، مما جعل إسماعيل ياسين يقوم بترشيح صديقه عبد المنعم إبراهيم ليقوم بدور سكر هانم، وذلك بدلا منه. وبالفعل وافق المؤلف أبو السعود الإبياري ومخرج العمل السيد بدير، وفي نفس العام قدمت فرقة الفنان إسماعيل ياسين المسرحية قصة سكر هانم للكاتب أبو السعود الإبياري على خشبة المسرح ولكن باسم آخر، وحقق العرض إيرادات عالية جدا على عكس الفيلم الذي صدم صناعة ولم يحقق الإيرادات التي توقعت له، رغم مشاركة نجوم مثل سامية جمال وكمال الشناوي وعمر الحريري وعبد الفتاح الأسري في العمل، والذين كانوا في هذا الوقت نجوم سينمائيين. ولذلك اعتبر عبد المنعم إبراهيم شخصية سكر هانم كانت نحس لي، على عكس الفنان إسماعيل ياسين اللي قدم عروض لمسرحية عمتي فتفيت السكر داخل المسرح وخارجها وحققت نجاح كبير. يعني بالرغم ان دي نفس القصة، بس الناس كم ساعتها او وقتها كان عندهم نظرية ان إسماعيل ياسين هو ملك الكوميديا، وان مفيش منافس ليه، وان عبد المنعم إبراهيم ما ينفعش ينافسه في اي حاجة. علشان كده المسرحية وقتها عمتي فتفيت السكر حققت النجاح الاكبر. لو عجبتكم القصة اوعى تنسوا تعملوا لايك للفيديو واشتراك في القناة علشان يوصلكم كل جديد. ما تنسوش كمان تفعلوا زر الجرس علشان كل حاجة توصلكم قبل اي حد. ما تنسوش كمان تكتبولنا في الكومنتات رأيكم. شكرا جزيلا.